إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم إلى يوم الدين أما بعد In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most compassionate, the most merciful, all praise and thanks are due to him and peace and blessings be upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He who is guided by the will of Allah, no one can misguide him and he who is misguided, no one can guide him except Allah subhanahu wa ta'ala. I do bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger. Respected brothers and sisters, ask Allah subhanahu wa ta'ala first of all, ask Allah subhanahu wa ta'ala أن يرحمني وإياكم ويتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا الخطبة ستكون بإذن الله في البداية باللغة العربية ثم أعيد ترجمة مضامينها باللغة الإنجليزية I will speak first in Arabic then inshallah I will speak in English موضوعنا لهذا اليوم يا أحبة هو عظم المكانة عند الله تنال بالمواقف لا بالادعاءات ولا بالتمنيات ما الرسالة التي أريد إيصالها؟ كثير منا يتمنى يحب يحلم أن يكون ذا مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وأن يقف يوم القيامة ليكون بالصف الأول مع عمر بن الخطاب مع أبي بكر مع كبار الصحابة من حيث المبدأ هذا ممكن لكن هل هذا نناله بمجرد الإيمان فقط وبمجرد القيام بالشعائر فقط أم أن هناك أشياء معينة حتى أنال المكانة المتميزة عند الله لابد من فعلها أولا يا أحبة لابد لنا أن نقرر القاعدة التالية جواز سفري للدخول والقبول بداية هو الإيمان بدون الإيمان أنا خارج التغطية تماما فهو جواز السفر لابد منه بداية ولأجل النجاة أصالة لا بد لي من أصل المفروضات والواجبات هذا ننتهي منه حتى أنجو بعد النجاة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد النجاة بعد الإيمان وبعد أصل القيام بالأعمال المفروضة هنا نأتي لننظر هل يا ترى إذا أنا آمنت وقمت بأصل الأمور فقط أنا سأكون فقط نجوت ولا سأكون من أصحاب المواقف العالية والمتميزة جدا جدا وما هو السر أهو كثرة الصوم أم كثرة العبادة أم ماذا بالضبط المطلوب مني عنواني هو المواقف عند الحاجة مكانتي تكون بعد الإيمان وبعد الأصول هي المواقف التي أتخذها من شرع الله من دين الله من الحق من الباطل عند الحاجة هي التي ترفع هذه المكانة بشكل عجيب جدا دليلي على ما أقول أبو بكر رضي الله عنه ينقل عنه أحد العلماء ويقول نقلا عن يقول ما سبقهم أبو بكر أي ما سبق الصحابة وكلنا يعرف ما مكانة أبي بكر عندنا قال ما سبق أبو بكر الصحابة لا بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة
لم يكن أكثر صلاة من فلان فلان الصحاب، ولا قال ولكنه سبقهم، قال في العبارة التي قالها ما سبقهم بكثرة صيام ولا بصلاة، ولكن بشيء وقر في صدره وهو حب الله والنصيحة لخلقه. النصح كأنه موقف، هذا خطأ، هذا صح، هذا يجوز، هذا لا يجوز، افعل لا تفعل. لم يكن فقط قد أغلق الباب على نفسه وسكت، موقف، لاحظ هذا وصف، موقف واحد ندلل به على أن أبا بكر حينما نال المكانة لم ينلها، قد تجاوز هو خط النجاة بداية، لا نناقش هل كان يصلي أم لا يصلي والعياذ بالله، تجاوزها، لا نناقش هل كان يفعل المحرمات أم لا يفعلها، تجاوزها، لكن انظر إلى صدق الموقف وقوته عند الحاجة كيف يرفع. أبرز معنى وأبرز لفظ ننادي به ونذكر به أبا بكر هو الصديق. من أين أتت لفظة الصديق؟ الحادثة الشهيرة حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وتعرفون أنه في الليلة ذهب ورجع وحصل معه كل التفصيلات التي نعرفها، فكان جالسا عند الكعبة في اليوم الثاني، فمر به فرعون هذه الأمة أبو جهل، قال ما عندك يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أسري بي وعرج بي إلى السماء والأرض. فأبو جهل قال ماذا تقول؟ أبو جهل الآن فرح بأنه قد أمسك ممسكا الآن يهزئ به أو يتهم به صلى الله عليه وسلم محمدا بالجنون أو بأي شيء، لكن يضرب فيه دعوته بأنه يأتي بخرافات الآن. قال ماذا تقول؟ قال لقد أسري بي وذهبت إلى المسجد الأقصى ثم عرج بي إلى السماوات. فانظر الآن، فطار بها فرحا أبو جهل وذهب يركض، انظر أخي الكريم أخت الكريمة، ذهب يركض إلى أبي بكر صديقه المقرب، قال هل علمت ما يقول صديق؟ يزعم، يدعي أنه قد فعل كذا وكذا وسفر وانتقل وركب على دابة وانتقل إلى آخره. الآن موطن الشاهد، قال إن كان قد قالها فقد صدق، إني أصدقه بخبر السماء يأتيه بلحظة، أفلا أصدقه بهذا؟ فسمي من ورائها بالصديق. موقف بلحظتها، موقف عن جد بتقول أعوذ بالله، معقول؟ والله ما خشت المخ، خليني أروح أتأكد منه، خلينا نشوف، الله يجزيك الخير والله يا أبو جهل اللي حطيتني بالصورة، إنه ما يعني إنه حتى نحذر من هذا الإنسان كما يفعل بعض المؤمنين الآن، يجلس لحظة مع ملحد أو يجلس دقائق مع إنسان متشكك يرمي له شبهة. موقف تكون موقف، قال إن كان قالها فقد صدق، فسمي صلى الله عليه وسلم بالصديق. هذا موقف. موقف آخر وموضوعي هو أن عظم المكان عند الله تنال بالمواقف لا بالإدعاءات ولا بالتمنيات. عمر الخطاب رضي الله عنه كان متخصصا بتعذيب المسلمين بمكة، وكان شديدا جدا عليهم، وكلنا يعرف أنه كان ذاهبا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ما حصل بالقصة الشهيرة، وخلال لحظات تحول بعد أن ضرب أخته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ قال بلى، فأسلم. الآن موطن الشاهد، عمر الخطاب الذي كان جبارا في الجاهلية وكان يعذب المسلمين أسلم لتوه. انظر الآن، لا كثرة صيام ولا كثرة صلاة، الآن أسلم، أراد أن يخرج بالمسلمين من دار أبي الأرقم بالسر إلى العلن. الرسالة يريد أن يعز المسلمين، لن تكونوا أذلاء بعد اليوم. لذلك قال أحد الصحابة أو قال بعض الصحابة، قال كنا أذلة حتى أسلم عمر. طلع موقف، موقف ما بقي، قال أنا يعني بتعرفوا لسه أحتاج سنتين ثلاثة أقوي نفسي، نضبضب الأمور، مديش الناس تزعل مني، قريش تزعل وبني كنانة تزعل وبنو مضر يزعل، يعني لنرتب أمورنا إن شاء الله سنتين ثلاثة مباشرة. أسلم، معتقد صح، موقف، الأتيتيود. قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ إحنا إيش العاملين خطأ؟ فخرج المسلمون في صفين، صف يقوده أبو حمزة بن عبد المطلب وصف يقوده عمر، ولم يجرؤ أحد من مشركي مكة على وقوف بجانبهم، حمزة وعمر. موقف، هذا موقف، لذا سمي بالفاروق، يفرق الله بينه به بين الحق والباطل. هذه الألقاب لم تنل بسهولة، لذلك هي مواقف يا أحبة. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر رواية السيرة ما يزيد على 100,000، حوالي 120,000، كم نعرف منهم من الصحابة؟ لو عددنا الآن نعرف منهم العشرات، أين الباقون؟
بإذن الله كلهم خيرون، نالوا شرف الصحبة وإن شاء الله من أهل الجنة، لكن من تميز منهم ومن منهم قد يقف يوم القيامة بالصفوف الأولى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ أصحاب المواقف. وأختم من القرآن الكريم، هذان مثالان من التاريخ الإسلامي ومن السيرة النبوية العطرة. والمثال الأخير الذي أختم به هو مثال لنا جميعا نتعلم منه، وهو مؤمن آل فرعون. انظروا يا أحبة، مؤمن آل فرعون، الله سبحانه وتعالى في سورة غافر ذكر رجلا لا نعرف اسمه ولا نعرف تفاصيله ولا طوله ولا عرضه ولا نعرف تفاصيل اللباس الذي يلبسه، وليس له صورة عندنا ولا نعرف لون بشرته، فقط سماه الله سبحانه وتعالى مؤمن من آل فرعون، كان يخفي إيمانه. الموقف لاحظ، خلد القرآن ذكره بما يزيد عن صفحتين كاملتين، وأقواله تحولت إلى قانون للمؤمنين إلى يوم القيامة بموقف ولا نعرف اسمه ولا يضيره ألا نعرف اسمه، رضي الله عنه ورحمه الله. لاحظ أقطع، طبعا هي صفحتين ونصف كاملتين، موقف مؤمن آل فرعون من فرعون في ذلك الوقت، والذي طبعا هذه رسالة كبيرة، مؤمن آل فرعون لوحده. موطن الشاهد عندي قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لاحظ هو يكتم إيمانه، مع كتمه للإيمان لم يمنعه هذا أن يقف موقف الحق ويستثمر أنه من آل فرعون وأنه في داخل المنطقة، فقال كلمة الحق موقف. قال: أتقتلون رجلا أي يقول رب، لم يناقش أنا مؤمن وأنا مسلم به، تعال ذهب إلى موضوع النقاش العقلي. أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله؟ وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. واستمر القرآن بآيات: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى نجاتي وتدعونني إلى النار، ويا قوم لا جرم أن ما تدعونني إليه النتيجة. لاحظ صفحتين كاملتين من العبارات: يا قومي كيف تفعلون، لماذا تفعلون، إن فعلتم كذا سيحصل معكم كذا. وقف موقفا، صدح بكلمة الحق عند الحاجة، كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خلد ذكره، مدح ذكره، وربما لعله ممن سيقف بالصف مباشرة أو بجانب الحبيب المصطفى يوم القيامة مع أبي بكر وعمر، وقد يتقدمهم، الله أعلم من هو لا نعرفه. لماذا خلد ذكره؟ أكان المؤمن الوحيد في التاريخ؟ يقينا لا، هناك ملايين المؤمنين. لماذا خلد ذكره؟ بموقف. ما هو الموقف؟ قد يكون موقفا واحدا فقط في حياته أعطاه هذه المكانة. خلاصة الأمر يا أحبة، إن أردت أن تنجو يجب أن تؤمن ويجب أن تلتزم بما أمر الله. إذا أردت أن يرتفع ذكرك وتكون من المقدمين عند الله فلا بد من مواقف عند الحاجة في نصرة الحق، وهذا أحد أبواب إن أردت أن تقف في الصف بإذن الله مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم قول الحق عند الحاجة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Respected brothers and sisters, today's khutbah, it was about that the great value, the great status for the one of us will be achieved by real attitudes and actions, not by claims and wishful thinking. If I want to be from the great people when standing before my Lord in the day of judgment, it's just by, not just by wishful thinking and a mere action, and just, sorry, a mere faith. Faith and the bottom line of actions, like some rituals and haram and halal things,
They are must be there just to have, let's say, the visa or the passport to be saved. But to be from the greatest, to have the greatest value when standing before my Lord, basically it will be achieved by an attitude and action when it is needed in supporting the truth, the haqq, when standing with oppressed, when saying the truth. So I mentioned three quick examples, one of them related to Abu Bakr radiallahu anhu, the other one to Umar radiallahu anhu, and the third one to the one whom we called Mu'minu Al Fir'aun, the believer from the household of Fir'aun, how they achieved. One of the scholars, decline. One of the scholars, he was talking about Abu Bakr radiallahu anhu. He said Abu Bakr did this great status in Islam just because of he was, you know, praying more than other Sahaba. He was not fasting more than other Sahaba or doing what we call the ritual worship more than them. But he did it by something that has been settled down and fixed in his heart. And قال وَالنُّصْحُ لِدِينِ اللَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. He, his attitude in giving the advice, he is ready always to take the stand, to say the truth, and to do what should be done when the time is needed or when it is needed. You know, his standpoint of view from what is needed on the proper time, basically what gave him this. So I gave the example that why we called Abu Bakr As-Siddiq. You know, As-Siddiq is the one who's confirming and accrediting something strongly. Why he achieved this? You know, at the time of the journey of the ascension, when Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did the Isra and the Mi'raj, the ascension journey to the heavens, Prophet Muhammad, next day, he was standing next to Kaaba. Abu Jahl, one of the biggest criminals against Islam and Muslims at that time, came to Prophet Muhammad and he say, hey, what new news do you have, O Muhammad? He was, you know, trying just, you know, to make fun of him. He told him that I went to Jerusalem and I went to Al-Aqsa, then I was, you know, taken in a journey into heavens. He said, what? You did what? So Abu Jahl, from his point of view, he said, as if we say in our language, okay, I caught you. You know, you have gave me the proof now that you are a crazy man, sallallahu alayhi wa sallam, and you are just bringing myths out of your mind, from your imagination. He went, you know, he was running, went to Abu Bakr. He said, yeah, Abu Bakr, have you known what your friend is saying? You know, فَلْهَلْ عَلَمْتَ مَا يَقُولُ صَاحِبَكَ. You know, he was making fun of him. He's no mocking. Hey, do you know the latest news? Your crazy friend, you know, sallallahu alayhi wa sallam. He said, he's saying such and such. He said, if he said it, he has said the truth. قال, I believe him that in a moment we receive the news from the heavens, you know, of the revelation. Why not to believe in him? Because of that, you know, his attitude now. He was not now taking into consideration, you know, from scientific point of view, Abu Jahl, I think you have a point. Let's discuss it and make some kind of brainstorming to see, maybe he's saying, maybe, no. He قال إن قالها فقد صدق. If he said it, he's a prophet. He is saying the truth. It's an attitude. It took him just few seconds. One moment made him a Siddiq. But this continued, of course, with other events and other. But I mean, my point is, it's not just because he was praying much more than the others. It was not just because he was just praying. He did a lot of great things. But this is one of the greatest. When the haqq needs you to say a word, say it. When someone is oppressed, if the people are in need for you, if Allah wants you now to say kalimat haqq, a stand, clarification, saying this is wrong, this is right, this is I agree, I disagree, this is haram, this is halal, it might take you 5 minutes, maybe you will suffer after it, but by this you will achieve one of the highest status. And the other example is Umar ibn Khattab radiallahu anhu. He has just converted or reverted to Islam just a few moments ago.
Immediately he said, Ya Rasulallah, why we should allow those non-believers, his people, he had just left them a few minutes ago, to look down to us. لِمَا نُعْطِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا Why should we? What do you suggest, Ya Umar? He said, why not to go? You know, for 3 years, Muslims, they used to be underground, just secretly meeting, because they were oppressed, they were so weak. It was the first time in the history of Islam, which was the third year of Islam, they went, you know, they exposed themselves in public, in the streets of Mecca, and none of the non-believers could utter one single word, because Umar was with them. It's an attitude. It's a mawqif. It's an action when it is needed. That's why the Sahaba said, "Kunna adillat." We were in a very miserable, difficult weakness, you know, status, till Umar al-Khattab became a Muslim, an attitude. And the final example, it was the believer of Mu'min al-Fir'aun. There was Allah subhanahu wa ta'ala, you know, Allah called him, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ In the chapter of Ghafir, the forgiver, in the Quran Kareem, Allah mentioned about two passages, two pages, you know, a number of verses about a man, he was called in the Quran, the believer, a believer, رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, a believer from the people of Pharaoh. Allah praised him, and he mentioned his words of advice, to the, you know, he was defending Moses, peace upon him, as a believer. He was defending the believers. He was defending what satisfies Allah subhanahu wa ta'ala. To a degree, Allah honored him and made his own words be part of the Quran. And we recite the Quran billions and trillions and trillions of times till day of judgment. They became part of our law, how to take a stand against, you know, dictatorships, against falsehood, against haram. They became part of our law. Who is that person? We don't know. What was his shape, color, age? We don't know anything about him. Allah just called him رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ مِنَا. He was concealing, he was hiding his faith. Yet Allah praised him, and in two pages, you know, a number of his sayings became part of the Quran. لا إله إلا الله. How? When the time now, you know, آلُ فِرْعَوْنَ الْمَلَى, the people of power, of authority, the mightiest power on earth at that time in Egypt, the Pharaoh, the mightiest power at that time. They were now, you know, having their own meetings, how to get rid of believers. He was with them. Okay, now any one of us, we say, oh my God, no, this is a time, I should not put myself in these troubles. Allah knows, and if I'm a believer, I can't go and pray and that. No. He stood and said, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ Do you such and such, oh my believer, do you think so and so? If so and so, do you think so? He kept arguing with them. So they knew that he's holding that. The final result, قَالْ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا Allah protected him. How, Shaykh? We don't know. It's not our business. Allah protected him, and that's it. Close the file. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ You know, the severe punishment on all of them except him. Why? Because he stood with a stand of the truth, an attitude, an action when it is needed, in the most needed time. By this, his words became a law and part of the Quran. If we would love, really, Allah subhanahu wa ta'ala to be us the highest, you must be ready, not just with the passport or the visa, which is faith and the minimum requirements of Islam. No. You have to be ready to stand, you know, against bad things and to support good things when it is needed as much as you can. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all of us when يَرْحَمَنَا رَحْمَةً وَاسِعَ وَنْ يَغْفِرَ لَنَا وَأَنْ يَهْدِيَنَا سَوَاءَ السَّبِيلِ وَنْ يَتْقَبَّلَ مِنَّا صَلَاتَنَا وَصِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَرُكُوعَنَا وسجودنا اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا على إتمام رمضان وأعنا على صيام أيامه بتمامها وكمالها وأعنا على قيام لياليه بتمامها وكمالها وأعنا على حسن استثمار أوقاتنا واجعل في ميزان حسناتنا وحسنات أبائنا وأمهاتنا
وحسنات من كان له فضل العلم علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Just a quick announcement. In this masjid, every night we pray, but just it is restricted for the staff. It's the imam, I myself, and the brother, the technician, and just alone, because by law we are not allowed to be more than five in the masjid. You know this by the law or the by the teachings or the law in Ontario. So we do broadcast live the Taraweeh from this masjid every night, alhamdulillah, 10 minutes after the time of the Adhan, the Isha. You can follow us, inshallah, through the home page of Ad-Dar Foundation, Facebook page of Ad-Dar Foundation, YouTube channel of Ad-Dar Foundation, and my personal page, the one that you are witnessing now. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us.